في الآية الكريمة يقول: استفسر عن هذه الآية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هل الشمس تدور حول الأرض؟ بلا شك، هذا هو ما دل عليه القرآن. والشمس تجري، هم يقولون لا، الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري، هذا عكس ما جاء في القرآن. فكوننا نترك ما دل عليه القرآن ونأخذ بالنظريات الحديثة، هذا لا يكون من المسلم. واجب على المسلم أن يتبع القرآن. هذا يقول: هل الأرض ثابتة أم تتحرك؟ ها، ثابتة ولا تتحرك؟ في الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، أن الأرض ثابتة لا تتحرك، وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أصلا، والأدلة أيضا كثيرة على الشمس التي تدور.